ولد عباس ينزل بالخير نتاعه في دورية إلى الجنوب ليمطر السكان وعودا ويدير لهم جنة في عين فلوس، كاين الضراها مزها ورقصوا. لكن طبعا وحده نائبه الأفلاني سليمان السعداوي اللي فاهم الفيلم مليح وفاهم الريح في البريمان تاع ولد عباس. وهاولك الجنوب، صندوق الجنوب، من هو اللي يخلق صندوق الجنوب؟ بوتسليقان ما كنا احنا مع في الحكومة آنذاك، ولكن هذه السنوات ربدوا عليه، قالوا إعادة إنعاش صندوق الجنوب. الجنوب يضم كاع الناس، انما لا ريجيون فقيره وكاين بشر اللي ما كانش بشر تم كيما جيتايا في بيدوش مراد ولا ريديز ديال اللي ولا كيعيطوا لها في شارع واحد عندك 20 طبيب وحنا نشتاقوا نبكوا. راك شحال سنه الخالي ما جيتش معانا، ما جيتش شحال رضا، كلشي في العائله في المرمده فجر دور على وين نمشي للسكنان، ما شفتوش مرمدين نعم الناس عارفه انا ما نتعاملش مع السلطة، راني نقول خسرتي بحقنا. بين وعود بابا نوال الأفلاني لسكان الجنوب وبين واقعية النائب سليمان سعداوي في فضح جهوية التنمية، نفهم أن خطابات ولد عباس في واد وتوجهات نوابه وسيناتوراته في واد آخر. بن زعيم يهاجم ولد عباس، أنت عبء على السلطة، أنت عبء على السلطة. الأكيد الذي لا يختلف عليه اثنان أن ولد عباس اللي ما سمعش بحملة خلوها تصدي وتهرب من الإجابة على سؤال حولها أوصل حزبه إلى خلوه يصدي، المهم يبقى هو على رسول.